صباحكم بكل خير متابعي طقس العرب في السعودية. يكون الطقس غائم جزئي في العاصمة الرياض خلال فترة الإفطار، 37 درجة مئوية متوقعة، الملموس 34، أما الرطوبة منخفضة وسرعة الرياح خفيفة السرعة بالمجمل. ننتقل الآن تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لباقي مناطق المملكة للنهار اليوم. نبدأها شمالا، سكاكا تسجل 40 إلى 27 مع فرصة لزخات رعدية من الأمطار، عرعر طقس مغمر 39 إلى 26، أما تبوك أجواء غير مستقرة 38 إلى 22. المنطقة الغربية نبدأ بالمدينة المنورة 42 إلى 28، مدينة جدة 41 إلى 31، مكة المكرمة 40 إلى 31، أما الطائف فرصة لزخات رعدية من الأمطار 28 إلى 21. المنطقة الجنوبية الغربية الباحة فرصة لزخات رعدية من الأمطار 26 إلى 18، أبها 28 إلى 16، جازان 36 إلى 33. المنطقة الشرقية الدمام تسجل 40 إلى 25، الإحساء 43 إلى 25، حفر الباطن 42 إلى 28. بالنسبة للمنطقة الوسطى العاصمة الرياض غيوم متفرقة 41 إلى 28، بريدة 40 إلى 24، أما حائل فرصة لزخات رعدية من الأمطار وطقس مغبر 38 إلى 23. إلى اللقاء.